بعد إحدى المحاضرات عن الإسلام في سنة 2009 في كنيسة كاثوليكية في مدينة شيفيلد في انجلترا سئلت عن الحجاب. قالوا لي هي ليه الستات المسلمات بيلبسوا كده؟ فسالتهم مين فيكم شاف نساء مسلمات لابسين الحجاب قبل كده فطبعا كلهم رفعوا ايديهم فالسؤال التاني قلت لهم بامانه لو كنت سالت نفسك هم لابسين كده ليه زي ما الاخت دي سالتني ارفع ايدك وعشان قلت لهم بامانه انا شجعتهم يبقوا صراحة فتسعين في المائه منهم رفعوا ايديهم رحت جايب صوره السيده مريم على الشاشه وقلت لهم دي مين فقالوا لي السيدة مريم العذراء قلت لهم أم مين؟ قالوا أم السيد المسيح قلت لهم كويس قوي دي في نظركم تعتبر إيه؟ قالوا دي في نظرنا أم الرب قلت لهم وفي نظرنا إحنا دي أطهر نساء العالمين أم أحد أفضل خمسة مشوا على وجه الأرض السيد المسيح رحت جايب صورة تانية وهي صورة الأم تيريزا وقلت لهم ودي مين؟ قالوا الأم تيريزا قلت لهم دي اللي خدت جايزة نوبل للسلام قالوا اه قلت لهم دي اللي عملت مؤسسات كتيرة بتطعم الفقراء وبتخدمهم وبتداويهم على مستوى العالم قالوا اه قلت لهم كويس قوي نقدر نقول ان المرأتين دول هما افضل امرأتين في نظركم قالوا بالتأكيد رحت جايب صورة اخت مسلمة قلت لهم ودي اختي السؤال بقى اللي عندنا النهاردة ايه الشيء المشترك في التلاتة وحطيت صور التلاتة مع بعض على الشاشة فقالوا الحجاب كلهم متغطيين بالكامل مع عدا الوجه والكفين قلت لا ثانيه واحده بقى هو انتم من دقيقه واحده كنتوا بتسالوني الستات المسلمات لابسين كده ليه ودلوقتي انتوا اللي نفسكم بتقولوا لي لابسين زي افضل نساء في نظركم اعتقد لو حد عنده سؤال عن الاخر يبقى احنا اللي نسال نفسنا هو أنتم مش لابسين كده ليه وانا مش بحاول ان انا اقنعهم يلبسوا الحجاب هم اصلا مش مسلمين لكن انا بحاول اوريهم ان كفايه نحط صور نمطيه لبعض انتوا بتسالوا نفسكم واحنا بنسال نفسنا طب ما تيجي نقعد مع بعض ونتكلم تعالوا نتكلم عن الحجاب ربنا سبحانه وتعالى فرض الحجاب على المسلمات بالقران الكريم وبوضوح جدا في سوره النور قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني الخمار اللي هو غطاء الراس ينزل يغطي فتحه الصدر. موضوع واضح جدا ومش محتاج اي فلسفه. ليه ربنا امرنا بذلك؟ هل عشان نقلد السيده مريم؟ هل عشان نقلد الام تريزا؟ ابدا. ده امر من الله للنساء المسلمات باختصار وبصراحه لان الرجال منذ زمن سحيق وهم بيستخدموا النساء كأداة للمتعة يعني لما راجل كده يشعر بأنه عنده اكتئاب بيقوم رايح على مول يشتري حاجة ساعة ويقعد بره في الطرقات بتاعت المول يشرب ويتفرج على ايه؟ على الستات مش على الرجاله ويقعد ساعتين يتفرج يمين وشمال لغايه ما يحس انه خلاص تمام الاكتئاب راح يقوم روح اداه للمتعه في واحده اسمها سوزان فيسك دكتوره سوزان فيسك في جامعه برينستون عملت دراسة علمية أثبتت فيها أن الرجال لما بينظروا على النساء اللي لابسين لبس مش مغطي أجسامهم بالكامل الجزء اللي في المخ اللي بيشتغل هو نفس الجزء اللي بيشتغل لما الرجل بيتعامل مع الأدوات الميكانيكية مفك صليبة مفك عادة مفتاح رقم تسعة رقم 13 يعني في النهاية الرجل بيستخدم المرأة كأداة للمتعة هنا ربنا قال للمراه لا غطي بقى ما انتش للاستعمال العام بهذه الطريقه ما انتش قطاع عام غطي ومش كل الناس هتشوفك بهذا الشكل هنجد ان الايه الكريمه بتقول للمراه انت مش هتلبسي الحجاب على طول انت مش هتلبسيه قدام زوجك ولا ابوك ولا أق... الاقارب القريبين جدا منك اللي ما ينفعش يتجوزوك احنا بنسميهم المحارم ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن يعني اولاد اجوازتهم او اخوانهن او بني إخوانهن أو بني أخواتهن ده معناه أن المرأة لازم تعمل عملية إلغاء مؤقت لعامل الجذب الجنسي أو الإثارة الجنسية اللي فيها وهي تتعامل كمواطنة لكن مش لازم وهي زوجة ولو هي قريبة تتعامل مع المحارم وده زي ما قلنا عشان الرجالة بيتعاملوا مع النساء أنهم أدوات للمتعة أنا فاكر كويس جدا أن جت بنت أسلمت في أمريكا بعد أربعة أيام من إسلامها جت لابسة الحجاب قلت لها ما شاء الله الموضوع خد منك أربعة أيام بس عشان تلبسي الحجاب أحيانا الموضوع بياخد وقت أطول من كده شوية عشان نقنع امرأة مسلمة إن الحجاب فرض عليها يعني قالت لي now I feel free أنا الآن أشعر أني أصبحت حرة قلت لها بقول لك إيه أنا نفسي مش مقتنع بهذا الكلام يعني إيه تتغطي أكتر تصبحي حرة أكتر قلت له عمرك ما هتفهم إحساس المرأة لما تكون في مكان وفي حد عمال يفصصها بعينيه وهي مش قادرة تتحكم في هذا الأمر دلوقتي أنا لأول مرة الريموت كنترول في إيدي أنا ده أنا مش هوريله له غير وجهي وإيديا تك ده قريبي أنا هوريله له أكتر شوية ممكن اوريله شعري أو له إيديا أنا اللي بقدر أتحكم بالريموت كنترول ده جوزي أنا هوريله له اللي أنا عايزاه وقت ما أنا أقرر لأول مرة يصبح الريموت كنترول في إيدي أنا، أنا المتحكمة. الحقيقة ده بيقودني إني أتكلم على تقرير طلعته جامعة كامبريدج من حوالي شهرين، دراسة أثبتت إن 75% من المتحولين للإسلام في إنجلترا العام الماضي نساء. وده خلينا أستغرب قوي. يعني الاسلام المفروض ده الدين اللي بيتقال عليه بيضطهد المراه وبيتعامل بيعامل المراه بطريقه مش مش كويسه طب ايه اللي يخلي 75% من معتنقينه ستات المفروض يكون 75% رجاله فوجدت ان المراه تجد الحريه في الاسلام حريه من مين حريه من استعباد الرجل احنا قلنا الراجل بيتعامل مع المراه كاداه الامتاع الرجل هو اللي بيقرر المراه تلبس ايه هو مين اللي بيقرر للنساء تلبس ايه؟ ايف سان لوران ده ايه؟ راجل ولا ست؟ راجل بيير كاردان راجل ولا ست؟ راجل جوتشي راجل فيرزاتشي ممكن نقول راجل كل دول هم اللي بيقرروا للنساء تلبس ايه؟ والله احنا السنه دي هنلبسك كده اهو السنه الجايه هنلبسك بحمالات السنه اللي بعدها هنرفع شبر فوق الركبه اللي بعدها شبرين فوق الركبه واللي ما يشتري يتفرج والمراه تحولت الى اداه لامتاع الرجل باي طريقه من الطرق. الاسلام قال لا كفايه غطي ما انتش لقطاع عام وما انتش للاستعمال بهذه الطريقه. فالنساء وجدت الحريه في الاسلام لذلك النساء الغربيات هم اكثر اقبالا على الاسلام من الرجال نفسهم. ايضا من مزايا الحجاب انه بيخلي الرجل يتعامل مع المراه كعقل كروح كبني ادم مش كقطعه لحم للاسف الشديد موضوع المباريات اللي معموله النهارده في ان البنت تكون مثيره جدا كل يوم في كل لحظه ده خلى في عبء شديد جدا على البنات انها تقعد ساعة في البيت تتزوّق وتتبرج قبل ما تنزل عشان تبقى مقبولة مجتمعيا، تبقى مقبولة أكثر، بيبقى أفضل في إن الناس تتكلم معاها وتحبها وت... وده مسألة سيئة جدا. الإسلام هنا ساوى بين الرجل والمرأة في إنه جعل من المرأة بني أدم يعامل كبني أدم كعقل مش كقطعة لحم. الأمر الثاني هو إن الحجاب ما نقدرش نفصله ابدا عن المنظومه الكامله اللي هو داخل ضمنها وهي منظومه التربيه الجنسيه المجتمعيه يعني ازاي ربنا بيربي المجتمع ده جنسيا من ناحيه تغطيه العوره بالنسبه للرجل وللمراه من ناحيه اداب الاختلاط بين الجنسين من ناحيه مساعده الناس على الزواج في سن مبكره من ناحيه الامر بغض البصر فما نقدرش نفصل الحجاب عن كل ده في أشياء لما بتغيب عن المجتمع بيحصل أمراض بتظهر في المجتمع زي التحرش الجنسي مثلا ما إن في آه شباب مش قادر يتزوج من الناحية المادية ما يقدرش يتجوز ويمكن ما يكونش حتى عنده أمل إن هو يتجوز للأسف الشديد نتيجة الظروف الاقتصادية طب ده برضه حرام علينا نفضل نثير في الولد دوه على غاية ما هو ينفجر شوف هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم ان النعم اما تشكر واما تكفر شكر النعمه بان انا استعملها بالطريقه اللي ربنا قال عليها وكفر النعمه بان انا استعملها في عكس اللي ربنا قال عليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين بدلوا نعمه الله كفرا الجمال نعمه ففي ناس بدلت نعمه ربنا الجمال ده كفرا ما استعملوش بالطريقه اللي ربنا قال عليها ما غطوش العوره في الاوقات اللي لازم يغطوها فيها وامام الناس اللي لازم يغطوها فيها الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله أندادا اللي هم مين اللي هم ربنا قال كده هو وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمار غطاء رأس ينزل يغطي فتحة الصدر لا بس جوتشي ما قالش كده وجعلوا لله أندادا جوتشي قال كده السنة دي هنا بقى يجعلوا لله اندادا انت هتسمعوا كلام مين كلام ربنا ولا كلام هؤلاء الانداد هي دي هي دي القضيه الاساسيه قضيه انا مسلم او انا مسلمه يعني انا بحط ثقتي في الله وعارف ان اللي خلق الذكر وخلق الانثى هو اعلم بما يصلح الذكر ويصلح الانثى فانا بمشي على منهج ربنا عشان اعيش سعيد في الدنيا دي ربنا اداني الحياه وإداني معاها كتالوج أستخدم الحياة بيها، زي بالظبط اللي بيشتري جهاز ومعاه كتالوج، والله ممكن يشتغل الجهاز من غير الكتالوج، بس مش قادر يستخدمه ويستفيد من كل الخصائص بتاعة الجهاز دوت. إنما لو فتح الكتالوج وقراه ونفذه هيستفيد من الجهاز جدا ويستخدم كل الأوبشنز بتاعة الجهاز، نفس الكلام، ربنا إداني القرآن الكريم وقال لي هو ده الكتالوج بتاع حياتك. لذلك إحنا عايزين نعرف إنه لما نقرب من القران الكريم وننفذ كل ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم نعيش اسعد مما كنا نتخيل اننا لو بعدنا عن القران هنعيش سعداء ناس كتيره جدا لما بتش... بتمشي بدماغها او بتعيش حياتها زي ما هي عايزه عشان تعيش سعيده هذا ممكن يقودها الى الاكتئاب اه صحيح وقت ارتكاب المعصيه او وقت ما الواحد يكون بيعمل الحاجه الحرام بيكون شاعر بسعاده او بلذه مؤقته بعد على طول ما بيخلص المعصيه دي بيرجع الاكتئاب مضروب يمكن في عشرين لذلك بدعي ربنا انه يساعدنا اننا نلتزم بكتابه ونلتزم بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم عشان نعيش سعداء في الدنيا دي لغايه ما نلقاه يوم القيامة مين اللي قال حريتي اني اكون مقصور مقصور بفكر الغير اللي بعيد عن نور قالوا لي حريتي اني اكون مكشوف واضح قصاد الناس يكشف جمالي الوف لمين حكون برضي وانا نفسي مش راضي رضايا في ستري اني اكون هادي حاسس بعزه وستر شاعر بنور الفجر شايف ستر الراس معنى حقيقه حر